في شأن آخر، تتواصل في مدينة خانقين استعدادات العوائل لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبداية الموسم الدراسي الجديد وفصل الشتاء، حيث تشهد الأسواق العامة والمحال إقبالا كبيرا لشراء مستلزمات العوائل واحتياجاتها. عباس الأركوازي والتفاصيل. تزداد هذه الأيام بشكل مضطرب حمى الشراء وارتياد أسواق بيع الملابس الجاهزة، وفي المقابل فإن التجار أتخموا معروضاتهم بما يرضي جميع الأذواق من الألوان ومناشئ وأسعار، وقبلها الموديلات بما يلبي متطلبات إحدى المناسبات الثلاثة: العيد والمدارس والشتاء، أو قد يجتمعان معا. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت الشوارع في خانقين وأرصفتها تتحول شيئا فشيء إلى ساحات لبيع الملابس. نحن أصحاب محلات نشاهد هناك أمامنا مناسبات عدة، منها العام الدراسي الجديد والعيد الأضحى المبارك، ناهيك عن على أبواب الشتاء. لذا علينا أن نستورد البضائع ذات مناشئ عالمية. في الحقيقة خلال هاي الأيام الحالية أكو هناك إقبال شديد على شراء الملابس والاحتياجات الناس في أسواق خانقين ومحلاتها، لأن هسه دنمر بمرحلة أولا استقبال العيد، عيد الأضحى المبارك، وبالتالي فترة انفتاح المدارس، وكذلك اقبال الشتاء. يعني هسه صار عندنا ثلاث مواسم في آن واحد، الا انه مرحلة المدارس تقريبا حاولنا احنا نجيب بضاعة متنوعة حسب إمكانية وطبقات المجتمع الخانقيني. ثلاثي الشتاء والعيد والمدارس جعل من حركة الأسواق هذه الأيام ناشطة، ومن خلال ملاحظة ازدحام الأسواق تستدل على الحقيقة، فسوق خانقين يتبضع منه التجار الصغار والمواطنون، وفي هذه الأيام تشهد حركة بيع كبيرة، وتخضع عملية الشراء في الأسواق المحلية إلى موازين العرض والطلب للبضائع المستوردة، وبفعل الاستيراد المفتوح أصبح هناك خيارات عدة للتبضع من الأسواق، وأن يختار الأنسب منها سعرا وجودة. طبعا هاي ثلاث مناسبات بوقت واحد يعني خلي فد ارباك بالميزانيه للعائله العراقيه. يعني خلال احنا نشوف الاسواق كثره البضائع، خاصه اذا العائله باكثر من طفل واحد عندهم. يعني احنا هسه محتارين نشري الملابس للمدارس، ملابس شتويه، ملابس العيد، فاحنا طبعا يعني نطالب اصحاب المحلات، اصحاب التجار يراعون الشعب العراقي. في خانقين الرجال يرفعون شعار النساء أولا، والأبوان يصادرون ذائقة الأطفال لارتفاع أسعار الملابس بسبب ثلاثي العيد والشتاء والمدارس. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي.